ماشي مشكل كاع ما عندناش لي تروا ما سي با دي زادفيرسير صحاح. انطلاق التصفيات سيكون في شهر اكتوبر حمزة. اكتوبر نعم. اكتوبر كاين فيه جولة الاولى ثم مقابله وديه في نفس الشهر في نفس الشهر ثم بعد ذلك في نوفمبر وبعد ذلك نتوقف مع كاس افريقيا ثم في مارس مقابله ممكن تكون مع جيبوتي يعني ذهبا واياب يعني على حسب الترتيب ممكن تكون مع جيبوتي. نفتح فقط قوس محمد بخصوص لان تكلمت على النيجر عبرك باللي هناك فريقين اللي هما لايس فنيس ونادي الساحل يزون اليميني لايس فنيس اليمينا ولياسما اون ليغ دي شامبيون اون 2007 ليسمع ربحوا هنا طنجان في بولوغين وخسروا له 2-0 في اللحظات الأخيرة. وكان نادي الساحل لأقصى مولودية الجزائر في فلاكوب دلاكاف من 2015 0-0 في بولوغين و 2-0 في نيامي. يعني الأندية ديالهم يعني قدرت كيفاش نقولوا الريفاليز مع لي كلوب تاعنا. بصح هنا راك تهضر مع النيجر لعبوا ضد الجزائريين لي كلوب هادو ضد الجزائري اللي هنا والفريق الوطني اللي عندنا قوي ما عندك حتى لاعب منا. دونك تنرينا فوار عندك زوج كاين فريق وطني يلعب كلشي يجي من هيه وعندك شامبيونال لعبوا انتوما كاع يتيك. دونك اللي يجي يربحك ولا ماتش ما تدهش. دونك ما تنجمش تقول فهمتك انت نورمالمون لي كلوب تاعهم كيربحوا كيف كيما لوسما وشكون الاخرى؟ والمولوديا لوسما والمولوديا سافي دير كو مستواكم مليح بصح حنا مجموعه بصح ما كان حتى لاعب في الفريق الوطني. المشكل هذا هو دونك ما نجيبوش نجيوهم كاع. نعم اذا الاتحاد النيجيري